نرجع منكفي البرنامج. قبل ما استقبل ضيفي الجديد باستوديو بحب اذكر انه تلاقينا كثير اتصالات من المشاهدين عم بيسالوا كيف ممكن يتبرعوا للوفد حمله الحزب الوفد بامريكا وهي الكوت درايف، ولكن طبعا المساعدات ضروريه منشان هيك برنامج الجسر يلي هو هدفه انه يوصل الأمريكيين العرب بأمريكا ببلادهم، وهالمرة طبعا مساعدة المصريين وحملة الكوت درايف بعدم السماح لأي مصري بالشعور بالبرد بهالشتاء القارس. المعلومات رح تقطع أمامكم على الشاشة، الأدرس هو وفد ريسيفينج تيرمينال، وبحب ذكر أنه دروب أوف بيكون ما بين الساعة 12 ظهرا والساعة 4 ما بعد الظهر، في ميل طبعا فيا فيدكس او دي اتش ال، في رقم تليفونات ممكن في رقم تليفون ممكن يتصلوا فيه، وطبعا لازم يكون كل شيء معلب بداخل علبة أو داخل بلاستيك باج كيس من هيدا. وبرجع بقلكم، فإذا في رقم تليفون عم بيقطع أمامكم على الشاشة إذا بتحبوا تاخذوا معلومات إضافية بتتصلوا على هالرقم التليفون، وكل هالمعلومات طبعا بنعطيكم إياها مرة جديدة إذا كنتوا وصلتوا على البرنامج مؤخر وما أخذتوا المعلومات يلي ذكرتها قبل بشوي. معنا باستوديو من المساعدات إلى الشعب المصري إلى المساعدات لجميع الشعوب العربية، وإن شاء الله ما بيكون أي مواطن عربي بيشعر بالبرد والحاجة، خاصة البرد والسقعة بهالشتاء القارس. باستوديو بحب استقبل معي ضيفي يلي هو ناشط بالمجتمع الأمريكي للقضية العربية والمصلحة طبعا الفلسطينية بحكم هو أنه فلسطيني. بحب رحب بالمهندس ماهر عبد القادر. مساء الخير. استاذ ماهر، اهلا وسهلا فيك معنا بالبرنامج. حضرتك ذو اوجه عديده، حضرتك مهندس بروجكت مانجر حاليا بالام تي اي متروبوليتان ترانسبورتيشن اوثوريتي، مسؤول عن مشاريع طبعا بناء جسور وانفاق، ولكن ايضا حضرتك من المؤسسين مؤسسي المنظمه العربيه الامريكيه للمهندسين، وبتشغل منصب نائب المدير، وكمان لك صلة تأسيسية بالبالستينيان أمريكان كونغرس. ما شاء الله نشيط جدا بالمجتمع الأمريكي العربي، مزبوط؟ صحيح صحيح. نعم. خلينا نبلش بالمنظمة العربية الأمريكية للمهندسين. حضرتك نائب المدير مع أنه من مؤسسي هذه المنظمة، ليش نائب الرئيس مش الرئيس؟ احنا في سنة 2006 كان في عندنا هناك اجماع على انه نقوم بتأسيس مؤسسة تجمع الفنيين المهندسين والمعماريين وذوي الخبرة في الكمبيوتر في مؤسسة، لانه عندنا العديد من الافراد العرب في الولايات المتحدة متفوقين في هذا المجال وعندهم امكانيات علمية هائلة جدا. ففي البداية لما قمنا بهذا المشروع واسسناه إجابة على تساؤلك، من أجل أن يكون الإنسان دائما معطاء ويكون في الساحة، يجب أن يكون ما بين الناس بمعنى آخر. لهذا السبب أنا اخترت أني أكون في الهيئة الإدارية أو في العضوية القيادية، ولم أطمح في يوم أني أكون رئيس، لأنه لما الإنسان يصل إلى الرئاسة يعتقد أنه قام بالمهمة وأدى المشوار، فمن هون من الصعب جدا أن يرجع إلى الصفوف الوسطى أو الصفوف الجماهيرية ويعمل. نعم. يعتقد بأنه أنهى المشوار. نعم. ولكن منذ تأسيس هذه المؤسسة ولغاية الآن أنا لازلت أعمل في كل صفوف هذه المؤسسة ونشيط فيها، وكل سنة بنعمل لقاء بنجمع في كل المهندسين والقياديين اللي موجودين في المناطق المختلفة وبنعرفهم على بعض وبنجمع على بعض المشاريع اللي ممكن أن تعكس نفسها على أعضاء هذه المؤسسة. فللإجابة مرة أخرى،
كون الإنسان في هذه القيادة ولكن في مواقع متقدمة وليست الرئاسة، بظل عنده روح الاستمرارية، روح العطاء، روح العمل، وبيعتقد أنه المجال أمامه مستمر. شو هي الخدمات اللي بتقدموها من عبر المؤسسة؟ أولا يعني أهم شيء في هذه المؤسسة أن نعزز الثقة في العضو. لما الإنسان يكون في عنده ثقة في نفسه ويرى ما حوله ويجد أنه كل الناس اللي ما حوله ناس عندهم عطاء، عندهم إمكانيات علمية، عندهم إمكانيات فنية، فهو بيصير عنده ثقة في النفس كبيرة. فهذا التعزيز يأتي من خلال أدوات عديدة، أنه تعرفوا على ناس عرب أمريكان درسوا زيه مجال الهندسة أو في مجالات أخرى، ولكنهم وصلوا إلى مواقع قيادية ذات إنجاز. فلما بتجيبي إنسان عربي وبيكون مهندس بدأ من الصفر ويتكلم بلكنة نفس اللكنة اللي إحنا بنحكي فيها أو اللهجة الأكسنت باللغة الإنجليزية، وتأتي بهذا الرجل وهو الآن في موقع قيادي مسؤول عن مؤسسة هندسية فيها 10 أو 15 ألف مهندس، أوكي، ويدير مشاريع بمئات الملايين ومليارات الدولارات. فلما تيجي أنت بتقولي أنا إنسان عربي، إذا بصير في عندك ثقة معززة بالنفس وطموح في أنك تصيري زيه، ما بصير عندك نوع من ردة الفعل. صورة الإنسان العربي في الواقع الغربي سواء أوروبا أو أمريكا صورة سلبية، هذه المؤسسة تجلي الشيء السلبي وتضع شيء إيجابي. كيف بتم هالشيء؟ كيف بتم هالعمل؟ عبر مؤتمرات، عبر لقاءات؟ كيف بتحاولوا أنكم تغيروا هالصورة السلبية؟ بكل الاتجاهات اللي انت ذكرتيها، اولا باللقاءات الفرديه مع مجموعه الاعضاء، بزيارات دوريه الى الجامعات والى المعاهد التعليميه، بحيث انه بنروح بنزور الطلاب وبنعطيهم نوع من الصوره عن ما ننجزه وعن طبيعه الاعضاء اللي احنا موجودين فيها. كثير من الاوقات بنقوم بزيارات لبعض الشركات حتى اللي فيها تواجد عربي امريكي، طبعا بيكون في عندنا لقاءات دوريه في الجامعات او في مؤسسات او في اماكن عامه، بحيث انه بنحضر بعض الناس الناجحين في هذا المجال من العرب الامريكان، ومرات بنحضر ناس من الامريكان نفسهم بيحاضروا وبيعملوا نوع من التفاعل. بنعمل ووركشوبس برضه، شايف كيف؟ وفي النهايه بنعمل احتفال سنوي. هذا الاحتفال السنوي بنجيب 4-5 وجوه كثير براقه في الشارع الامريكي، كلهم بعالم الهندسه، في عالم الهندسه او المانجمنت تبع الهندسه. لانه الهندسه فقط ليست هي فقط ان الانسان يقعد وراء المكتب ويرسم ويعمل حسابات طبعا. هي برضه إنجاز مشاريع. لما تطلع يا حليكي الهندسة هي كل ما موجود على سطح الأرض، سواء من جسور، من أنفاق، من سيتي بلانينج، من هاي رايز بيلدينج، من أنفاق مياه، من أنفاق سيارات، من أنفاق للقطارات، مطارات، إلى آخره إلى آخره. يعني المجال واسع جدا جدا. تستقبلوا كل هالوجوه هيدي وبتسلطوا الأضواء عليها مثل ما كنت عم تذكر، كرميل الأشخاص اللي يعني النيو جينيريشن، الجيل الجديد، يكون عنده تحفيز للنجاح. بالضبط بالضبط. يعني هم هنا في مقولة بتقول المقولة المتعلمون هم من يملك الأرض. أوكي. حلو جدا. مين بيقولها هيدي؟ ناس كثيرين. أوكي. المتعلمون هم من يملكوا الأرض، ولكن من يرغبوا في التعليم الأرض ما بتستناهم، لأنه عنده برغب، ظل ارغب للصبح، ما حدش بيستناك. فالأرض لن يعني لن تنتظرك، عارف كيف؟ فنحن نريد أن نخلق نوع من التوازن بين الحلم والحقيقة. إحنا الجالية العربية هون في أن كثير ناس أفراد كأفراد لامعين وموفقين وناجحين، كما ذكرت لما تحدثنا في السابق أن الإنسان العربي الأمريكي هون معدل دخله أكثر من معدل الدخل الأمريكي كأفريج، والناس المتفوقين بالعلم أو متخرجين من الدراسات العليا بنسبتهم بنسبة العرب الأمريكان أكثر من نسبة أي أذر إثنيك جروب أو يعني ناس من قوميات أخرى. فالإنسان العربي بطبيعته في هذه الساحة إنسان ناجح، لكن التخوف الموجود والنظرة السلبية إله تجعل هذا النجاح غير مبرز، غير موجود. ما بتعتقد أستاذ ماهر أنه في خجل من الاعتراف بالهوية العربية؟ يعني مثل ما كنا عم نحكي قبل، بتحس أنه في بعض
في الامريكيين بيفتخروا مثلا انا ايطالي امريكي، انا روسي امريكي، انا العرب بتحس ما بتحس شوي انه بيخجلوا يقولوا انا مثلا، بيعرفوا عن حاله دغري انا امريكي، او بتحس بهالشيء او لا؟ طبعا موجود هذا الشيء، وهذا الشيء يعني بدا يعني يصير بشكل سلبي ببدايه الألفين، والان اللي احنا نحاول ان نخلق صوره عكسيه لهذا الشيء، لانه في عندنا نجاحات كثير فريده ونوعيه. فاحنا لما انا مثلا بطلع قدام المهندسين وبلقي كلمه، اول شيء بقول انظروا حولكم، شوفوا قديش في انسان ناجح، شوفوا انسان هذا، يعني هذا النجاح يجب ان يعزز ويخلق الثقه عند الانسان العربي الامريكي، وخليه يطلع ويتصدر المواقع والمراتب. بنروح للجامعات وبنعمل يعني سكولارشيب برضو من اجل ان نعزز برضو في نفسيه الناس اللي هم طلاب، انه لما تنتقلوا للعالم الحقيقي في العمل في عندكم مجال انكم تبرزوا وتصيروا قيادات ناجحه. رح احكي عن موضوع السكولارشيب يلي بهم طبعا يمكن كثير العديد من المشاهدين الشباب يلي والصبايا اللي بحبوا يتعلموا ويمكن ما بيقدروا، ولكن هن من اصل عربي ممكن يحصلوا على سكولارشيب عبر المؤسسه. خلينا ناخذ اتصال استاذ ماهر معنا جورجيت من نيويورك. مساء الخير جورجيت. ألو، تفضلي جورجيت. مساء الخير. مساء النور حبيبتي، كيفك؟ الحمد لله. اسم الله عليك يا طان، اسم الله عليك، منور الشاشة. تسلمي تسلمي. كي يا حبيبتي، هيدا سؤالي لإلك. تسلمي تسلمي. اسم الله عليك يا حبيبتي. شكرا شكرا طان جورجيت. حبيبتي طان جورجيت صديقة وقريبة عزيزة كتير على قلبي، وهي متتبعة مخلصة للبرنامج. شكرا طان جورجيت على اتصالك. خلينا ارجع استاذ ماهر على موضوع السكولرشيب. ذكرت انه حضرتكم عبر المنظمة العربية الأمريكية بتقدموا سكولرشيب او منح مدرسيه جامعيه، كيف هالشيء بيصير؟ والله احنا يعني بنعمل فاندريزنج بشكل يعني على طول السنه، بس بشكل اساسي في حفلنا السنوي نهايه العام بنحاول انه نجمع فيه مبالغ ماليه، وهذه المبالغ الماليه يعني بعد ما نقوم بدفع المصاريف كل ما يزيد معنا من فلوس بنحاول انه نرده للطلاب ونعطيه سكولرشيب. في عنا يعني أبليكيشن بسيط جدا جدا اللي هو الطالب بيعرف عن نفسه وعن إمكانياته، إذا إنه طالب متفوق بشكل يعني جيد، مش جيد جدا حتى ممكن يقدم هذا الطلب. وإذا بنشعر إنه في عنده التزام حقيقي بالجامعة وبالتعليم فبنقوم بإعطائه يعني قدر من المال اللي متوفر من عنا من أجل نساعده. يعني في سنوات سنة من السنوات قدمنا 8 يعني سكولرشيبس، في 3 في سنوات مقدم 3، في سنوات 5 حسب الإمكانيات المالية، ولكن بنعمل بشكل دؤوب من أجل إنه نحصل فلوس ونردها للطلاب ونشجعهم على التعليم. طبعاً إيماناً منكم إنه التعليم هو الدرب والسبيل الأساسي والوحيد للنجاح بهالحياة، مزبوط استاذ؟ بالتأكيد، وإنه يعني برضو إنه مجال الهندسي والمعماري شيء فني ويعزز ثقة الإنسان العربي، لأنه بتشوفي حواليك يعني من سواء بالجسر أو النفق أو البناية أو العمارة أو الشارع أو المطار إلى آخره. فلما يكون في مجموعة من العرب خلف هذه المشاريع الهائلة كما هو موجود حاليا شيء يعني بيعطي الإنسان الفخر والثقة بالنفس. طبعا خلينا ننتقل على الوجه الآخر السياسي لحضرتك. حضرتك من مؤسسين الباك أو الباليستينيان أمريكان كونغرس. خبرنا شوي صغيرة كيف تم تأسيس هالمؤسسة، شو الهدف ولوين وصلتوا فيها اليوم؟ اوكي، والله هي مؤسسة الكونغرس الفلسطيني الامريكي بدأت فكرتها بالثمانينات، ولكن تعززت مرة اخرى عندما قامت الانتفاضة الفلسطينية، وكان دورها يعني مؤثر جدا في الشرق الاوسط، ولكن ما في شيء يعززها في اوروبا في امريكا. فهنا كنا نقوم بشغلات يعني كثيرة بالشارع، ولكن وجدنا انه يجب ان يكون في هناك مؤسسة اللي تعزز مجموع
الإمكانيات الموجودة في الجالية الفلسطينية وتحاول تنقلها إلى الإدارة الأمريكية أو إلى المؤسسات الأمريكية. ففي 1995 اجتمع حوالي 60 إلى 70 قيادي فلسطيني في شيكاغو، وأسسنا الكونغرس الفلسطيني، وكنت أحد مؤسسينه، وكنت فايس بريزيدنت وصرت بريزيدنت وتشيرمان أوف ذا بورد. ومن خلال هذه المؤسسة وصلنا إلى البيت الأبيض. في سنة 96 التقينا مع الرئيس الأمريكي ومساعديه في البيت الأبيض، وال98 التقيت برضو مع بيل كلينتون ومساعديه، والتقيت في آل جور. وفي سنة 2000 عقدنا مؤتمر للكونغرس الفلسطيني في واشنطن دي سي، وكان أحد المتكلمين الرئيسيين في هذا المؤتمر اللي هو بريزيدنت بيل كلينتون، وقال في حينه I'm the first sitting American president to address an Arab American organization، يعني أنه أنا أول رئيس أمريكي يتحدث لمؤسسة عربية أمريكية. وهذا كان شيء يعني فخر جداً إلنا، وكان إنجاز هائل جداً جداً لهذه المؤسسة. بدي أحكي أكثر بالتفصيل عن لقائكم مع الرئيس كلينتون، ولكن خلينا نأخذ فاصل إعلان ونرجع من كافي. 100% رائع. مشاهدينا بنرجع من كفي معكم البرنامج مع ضيفي باستوديو الاستاذ ماهر عبد القادر. استاذ ماهر، قبل الفاصل الاعلاني كنت حضرتك عم تذكر كيف الفلسطينيين امريكان كونغرس اجتمع عده مرات مع الرئيس بيل كلينتون، وحضر الرئيس بيل كلينتون باحد المؤتمرات التابعه للكونغرس الفلسطيني، وذكر انه هو اول رئيس امريكي بمنصبه تحدث أمام منظمة عربية، وذلك كان 1998 2000 أنا اجتمعت فيه في 98 و96. نعم. طيب شو سبب ضعف المشاركة أو يعني بالنهاية لسنة 2000 تيكون أول رئيس أمريكي بحاضر باجتماع للعرب؟ هل مرد هالشي لعدم مشاركة الإدارات الأمريكية بنشاطات العرب، أو لكسل وضعف العرب بالتعاون أو استقطاب الإدارات الأمريكية إلى نشاطاتها؟ لا، هذا سؤال وجيه جدا جدا. في هناك مشكلة حقيقية تواجه الجالية العربية. الجالية العربية تعيش في المجتمع الأمريكي، ترى الحرية، ترى الديمقراطية، ترى العلم، ترى التكنولوجيا، وتتأقلم معه. ولكن لما بيشتغلوا مع بعض جذورهم العربية بتشدهم. بأي معنى؟ بمعنى آخر هناك بيصير تنافس في داخل التقوقع العربي أو المؤسسات العربي، بيصير هناك تنافس، وكأنهم يعيشوا في الشرق الأوسط في العالم العربي. بينسوا بيقيموا الحلة اللي هي بيركبوها لما ينزلوا يعني على الشارع الأمريكي ويتعاملوا مع المؤسسات الأمريكية ويحققوا إنجازات هائلة وعظيمة. ولكن لما بيجتمعوا مع بعض بيلبسوا الحلة العربية، وهي التنافس للأسف الشديد اللي أنا بوصفه غير شريف. بمعنى آخر، بدل ما أنه الإنسان يدعم زميله ورفيق دربه وصديقه واللي بيعمل معه في المؤسسة على أساس تعزيز وتقوية دور هذه المؤسسة، بيكون في هناك كثير من الأحيان تنافس غير شريف أو غير صادق، بحيث أنه هذا التنافس يعني عم بيؤدي إلى انهيار عمل ممكن يكون عمل جميل جداً، عم بيؤدي إلى انهيار في كثير من المؤسسات العربية. وصلت إلى يعني إنجازات هائلة وريكوغنيشن في أمريكا، ويعني كبتت أو لم تستطع الاستمرارية بسبب هذا التنافس الغير شريف. هذا لا يعني أن العقلية والإنسان العربي اللي موجود هون ما عنده إمكانيات هائلة جدا ومميزة، لأنه في خلاقين طبعاً. الإنسان العربي لما بيجي هون عنده عقلية فريدة وسريع التعلم، سريع البديهة، سريع الـ يعني الإبداع، هذا موجود فيه. ولكن للأسف الشديد عندما يلتقوا مع بعض التنافس بشدهم خلفيتهم العربية اللي هي جاية من الشرق الأوسط. إن شاء الله نقدر نغير هالشي، ورح أحكي معك من بعد ما نأخذ هالاتصال عن كيفية معالجة هالأمر إذا ما كان هناك حل. خلينا نأخذ اتصال بداية مع من ليلى، من عم تتصل فينا من فيرجينيا. مساء الخير ليلى. ألو، مساء الخير ليلى. مساء الخير ليلى، عم تسمعينا؟
بعتقد بعتقد انقطع الاتصال مع ليلى، بنرجع بنكفي الحديث. استاذ ماهر، كيفيه معالجه هالوضع، كيف من خلال المنظمه العربيه الامريكيه، من خلال مشاركتك وعملك يعني طوال هالسنوات بالحقل العام، كيف برايك ممكن نخلي العرب الامريكيين ينتجوا عمل يعني طلابي لمصلحه المصلحه العربيه اكثر من مصالحهم الشخصيه؟ أنا أعطي قصة بسيطة عن أنا عرب أمريكان هو راعي للكونغرس من أجل طلابي، فأخذ فرصة أنه يخش عند أو يدخل إلى مكتب أحد الكونغرسمان وهو يعني عنده باع طويل ورجل صار له بالكونغرس سنوات عديدة. فالإنسان العربي اللي دخل عنده قاعد انتظر لدقائق، فالسناتور ما طلعش عليه. بعد دقائق قال له How can I help you؟ تفضل. فقال كنت حافظ لي 10-12 جملة، حكيت كل اللي عندي. فبعد ما خلص وقف العربي صامت لمدة دقيقة دقيقتين، والسناتور ما بتطلع عليه. بعد دقيقتين انتظر وطلع عليه، قال له لو سمحت أنا تركت الدراسة الجامعية والناس حاضروا فيه بالجامعات، تركته قبل 30-35 سنة، من أنت حتى تأتي إلى هنا لتحاضرني في مكتبي؟ إذا بدك تعمل لابي روح أدرس قوانين اللابي، قل لي قديش بدك يجيب لي صوت، قديش بدك تدعم الحملة الانتخابية تاعي، شو عندك برنامج، مين عندك ناس، مين عندك مؤسسات. هذا الشيء اللي بدأنا إحنا كعرب وكجالية نعيه الآن، وبدأ هناك في بذور لحملات في العالم في التجمعات العربية في أمريكا اللي تعي، صار في هناك مؤسسات تنظر إلى أنه كيف تروح تدعم المرشح، كيف أنه تتعامل مع الحملة الانتخابية تاعه، كيف أنه لازم يكونوا في هناك ناس يساعدوه في الحملة الانتخابية، وكيف أنه يدعموه ماليا. هذا الشيء بذرة صالحة بدأت من 4-5 سنوات، هي يعني من زمان موجودة ولكن بدأت تأخذ يعني حيز تنفيذي، حيز جيد وقوي ويعني it's realistic. والعرب الأمريكان عملوا يعني فرق كبير في حملة المير في نيويورك في الفترة الأخيرة. رح نحكي عن هالموضوع كمان أستاذ ماهر. خلينا نأخذ اتصال من أشرف عم يتصل فينا من أوهايو. مساء الخير أشرف. أهلا مساء النور، كيفك؟ الحمد لله، تفضل أشرف. عندي سؤال للأخ. تفضل. يا أخي إحنا يعني إحنا طلاب بالمدارس، والمشاكل اللي بنواجهها كطلاب انه يا اخي ما في دعم. يعني في عندنا احنا تجالي عربيه، في عندنا في عندنا امكانيات انه يكون عندنا دعم للطلاب مثلا، بس ما في دعم. عن شو عم تحكي يعني اشرف؟ دعم مادي، دعم معنوي، اي نوع دعم؟ دعم مادي ودعم معنوي زي ما احكى الاخ. الاخ احكى اذا واحد التنافس في تنافس غير كريم. فعلا لما احنا نيجي نتعامل مع الامريكان نتعامل مع الامريكان باخلاق عاليه، لما نيجي نتعامل مع بعض راحت الاخلاق وبطل التعاون السريع زي ما احكى الاخ. يا اخي في عندنا احنا دكاتره جامعيين وفي عندنا مفكرين، بس ما عم نعرف نتعامل مع بعض. انا دائما بسال نفسي شو المشكله الموجوده عند العرب عشان يعرفوا كيف يتعاملوا مع بعض. نعم أشرف، هيدا هو الموضوع يلي نحن عم نتطرق لإله. ولكن قبل ما يتوجه لك أستاذ ماهر بالجواب طبعا وبأفكاره، أنا بقول أنه المشكلة موجودة ولكن لازم نقضي وقتنا نفكر شو هو الحل. والحل أنا برأيي موجود بالأشخاص بالجيل الجديد اللي حضرتك منه، الطلاب. أنتوا عندكم واجب، إذا الواحد بيعرف عنده مرض معين بيحاول يعالجه، فإذا ضروري حضرتك وأمثالك وكل هالطلاب العرب يتعظوا. يعني كيف معنا ضيف قبل استاذ ماهر امريكي ومن يعشق الحضاره والثقافه العربيه لدرجه انه يتعلم اللغه ويريد ان يعلم اللغه، فاذا مش مسموح للعرب انه يتهاونوا بهالموضوع ويستسلموا للمشكله او المرض اللي هن عم بيعانوا منه، وهو طبعا عدم امكانيه التعاون مع بعضهم لوجود الحلول والافاق. خلينا ناخذ رايك سريعا قبل ما ناخذ متصل ثاني استاذ ماهر بهالموضوع يلي حكينا عنه. انا بتفق معه يعني انه في هناك مشكله، ولكن المشكله يجب ان لا تعيقنا في ايجاد الحل. هناك يعني الكثير من الناس اللي هم بشكل فرانه
عندهم إبداعات وعندهم خلاقين في عملهم وناجحين جدا جدا، فيجب أن نستفيد من خبراتهم رقم واحد. رقم اثنين، لما يكون في مؤسسة تعمل على خدمة الجالية وأبناء الجالية بدل ما ننافسها يجب أن نعزز دورها ونحاول أنه نعزز القيادات التي تعمل من أجل خدمة الجالية وخدمة هذه المؤسسة. لكن الخلل اللي بيصير عندنا أنه إذا إنسان ناجح في هذه المؤسسة بنتنافس معه بدل ما نعزز دوره، بعكس الأمريكان. الأمريكان لما بيشوفوا واحد يعني ناجح بيعززوا وبيعززوا دوره وبيقووه وبيدعموه، ما بيروحوا نافسوا. احنا بالعكس بننافس. نعم نعم. في معنى اتصال استاذ ماهر كمان من زياد عم يتصل فينا من اريزونا. مساء الخير زياد. مساء الفل استاذ ماهر، السلام عليكم. وعليكم السلام. تحياتي احتراماتي. الله يخليك. احنا طبعا نرجع شوي زمان، اشتغلنا سوا في منظمة الجسور والأنفاق، وأنا هلا بحكي من أريزونا بشتغل في مدير قسم نفس الموضوع Project Control في البلدية. فأنا مبسوط جدا في هذا اللقاء وشوفتك على الشاشة، نورت الشاشة يا أستاذ ماهر، بحييك كثير. طبعا طبعا اللي بحب أقوله إنه الأخ ماهر أولا عزيز جدا وحبيب غالي، زائد نشاطاته السياسية أنا مطلع عليها من زمان، له تاريخ طويل من زمن الجامعة وإحنا في طلاب، ما زال النضال والجهد اللي بحطه للجالي شيء يفتخر فيه. من حي أهله، من حي المزرعة الشرقية اللي هي مسقط رأسه في الضفة بلده، وغالي علينا المزرعة لأنه أنا بعرف فيها ناس كثير وأصحاب الأهل في من المزرعة الشرقية أصحاب كثير. شكرا. من حيي لاستمراريته وهالمتابعة في هالجهد هذا في خدمة الجالية. ونحن من أحلى تحية يا أخ ماهر، من حييك على الاستمرار، وإن شاء الله next time في المرة القادمة لما أنت بتعمل الحفلة السنوية خبرونا وسعوا اتصالاتكم وخليها تصلنا لهنا، وأنا مستعد حتى أجي وأساهم في حلو نشاط يعني التنوي. شكرا شكرا استاذ زياد على اتصالك. بحب اذكر انه كاميرا الجسر كانت بالحفل السنوي تابع للمنظمه العربيه الامريكيه للمهندسين وغطت النشاط اللي قمتوا فيه. يعني بالحقيقه الحلقه اليوم كثير هي عن المشاركات والعطاء بمختلف الاوجه، سواء بلشنا مع حزب الوفد والكوت درايف اللي بلشوها، او مع المؤسسه او الكلوب العربي يلي كمان بقدم مساعدات للفلسطينيين، او مع حضرتك استاذ ماهر. خليني كفي معك شوي صغيره عن لقاءاتكم، او سواء بصفتك الشخصيه او بصفتك منتمي لمنظمات عربيه مع الرؤساء الامريكيين والشخصيات الامريكيه بالادارات الامريكيه. هاللقاءات المتكررة سواء مع الرئيس بيل كلينتون، أو خبرنا شوي صغيرة عن لقائك بأغسطس الفائت كمان بالبيت الأبيض، إلى ماذا تصفر هذه اللقاءات؟ يعني في شهر 8 كان في لقاء في البيت الأبيض، يوم الخميس كانوا اجتمعوا مع 11 قيادة يهودية من أجل أن يتدارسوا معهم يعني تطورات الوضع في الشرق الأوسط ودور المؤسسة الأمريكية الحاكمة في هذا الدور في الشرق الأوسط. وتاني يوم التقوا مع 11 قيادة عربية أمريكية، كنت أنا أحد هذه القيادات يعني في السلم في أمريكا، يعني بيعتبروا في هناك 11 قيادة نافذة للعرب في أمريكا اللي بيلتقوا فيهم البيت الأبيض، فأنا كنت من ضمن هدول ال 11. فرحنا هناك تاني يوم والتقينا معهم. كان اللقاء بقيادة كيري اللي هو وزير الخارجية الأمريكية، وسوزان رايس اللي هي كانت سفيرة أمريكا في الأمم المتحدة والآن هي مسؤولة الأمن القومي
مستشارة الأمن القومي للرئيس الأمريكي، ومارتن اللي هو سفير أمريكا للشرق الأوسط ومسؤول محادثات ما بين الجانب الفلسطيني والجانب الإسرائيلي، بالإضافة إلى حوالي 9 إلى 10 سينيور أدفايزر كانوا هناك موجودين. الشيء اللي يعني حصل في هذا اللقاء والإنسان بيحترم فيه الجانب الأمريكي إنه بيصلوا إلى الناس اللي بهمهم الأمر أو ذوي العلاقة، سواء كانوا عرب أو كانوا إسرائيليين أو غيره أو قوميات أخرى، لما بيروحوا على مناطق أخرى عم بيحاولوا إنه يخلقوا نوع من الديالوج أو يتفاعلوا معهم على أساس يشوفوا كيف ردة فعلهم من وجهة نظر بعض المواضيع أو الأطروحات اللي هي المؤسسة السياسية الأمريكية بدها تطرحها. فبيشوفوا كيف ردة الفعل هذا الجانب وهذا الجانب، وبناء عليه بيأخذوا نوع من القرارات. فهذا الشيء رائع جدا في قضية البحث، في قضية يعني أنه حسوا نبض الناس أو القياديين العرب، وفي النهاية برضو في هذا المجال بيعطوا انطباعهم شو بدهم يعملوا. فلما بيعطوا انطباعهم بيعرفوا أنه هذه القيادات الجليوية بتترجع للناس وتخبرهم شو الإدارة حكت. فمن هون بيشوفوا برضو ردة الفعل لمجموع الناس من خلال هذه القيادات، وهذا أسلوب فظيع جدا، عظيم جدا، وفعال وديمقراطي. بس بيعطي الإدارة الأمريكية نوع من الإحساس أنه هدول الناس يعني بيحبوا هذا الشيء ولا بيكرهوه، مع هذا الشيء ولا ضده. فكان لقاء لمدة 45 دقيقة في تفاعل كثير، ويعني استطاع كل واحد فينا أن يأخذ دوره ويتحدث مع كل المسؤولين الأمريكيين بكل بساطة وبكل حرية وبكل يعني بساطة جدا جدا. هذا الشيء بنفتقده في عالمنا العربي، وبنحاول نتعلمه وبنحاول أن ننقله إلى الجيل الجديد. الحكم. تطبيق بالزبط. الحكم مش انفرادي، صحيح بالشكل هو انفرادي، ولكن طبعا نابع من الكونستيتيونسي، الفئة الناخبة يلي هي بتوصل هالشخص للرئاسة أو للسلطة الحاكمة، أنه بيضلوا حتى بظل الحكم بيضلوا عم بيستمع للناخبين شو هني بدون، شو الأمور اللي بدون إياها. خلينا ناخد اتصال من توني. توني عم بيتصل فينا من أورلاندو. مساء الخير توني. مساء الخير، أهلا وسهلا. تفضل توني. يا في عندي سؤال إليك ولحد السيد ماهر. أنت you told you said on the TV that as an Arab we embarrassed to say as an Arab as long as the Jewish Zionist and the Jewish media in this country we have no chance. Nobody approach. Even Mr. Mayor is talking about the Congress. They never, ever, ever protest over the Jewish media and the Jewish Arab. We consider as third class, not even a second class, because we are not defending ourselves as an Arab. Okay. Look at the Jewish media. They control the media. Tony, they control the newspaper. Shukran. They control the TV. We don't control zero. توني شكرا على اتصالك، الفكرة وصلت. أنا بحب أرجع أوضح أنه أنا اللي قلته هو أتعتقد، هل تعتقد أنه في شعور بالخجل؟ وأستاذ ماهر طبعا جاوبت حضرتك على السؤال. تفضل. ممكن أعلق يعني أنا أول شيء، إحنا كجالية عربية فخورين جدا جدا بعروبتنا، وفخورين جدا جدا بكوننا عرب أمريكان وإجينا إلى هذا البلد، وكانت إمكانياتنا بسيطة جدا جدا، ولكن خلال الفترة البسيطة تاريخنا هون يعني بشكل حقيقي تاريخ الجالية العربية بدأ في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات، هذا تاريخ حديث وبسيط جدا مقارنة مثلا لأنه ذكر اليهود. اليهود هون تاريخهم من 1860، ولما جاءوا من أوروبا جاءوا تركوا شيء، كل شيء في أوروبا، أجوا هون محملين بالعلم بالمال بالإمكانيات بكذا، وجاءوا هون من أجل أن يستقروا إلى هون وبنوا المؤسسات، فعندهم تاريخ حافل جدا ومؤسسات قوية جدا وإمكانيات مالية، ولهذا السبب بيعملوا فرق كثير في الحياة الأمريكية وعندهم لوبي قوي. ولكن المؤسسات العربية حديثة، وكما ذكرت في السابق إنه رغم الإمكانيات ورغم ارتباطنا في العالم العربي، لكن في إبداعات، هذه الإبداعات فردية ذاتية، نحن بحاجة إنه أن نقوي المؤسسات العربية حتى يكون لها دور فعال، وحتى أنها تعمل تيم وورك مع بعض، وكون لها هناك إبداعات
على شاكلة الإبداعات الشخصية، تصير إبداعات مؤسسية يعني جماعية نصل فيها للميديا، للتلفزيون، للكونغرس، للخارجية الأمريكية والبيت الأبيض. الآن السؤال بيقول ليش البيت الأبيض بيجي لماهر فقط؟ ليه ما بروح لمؤسسة كبيرة؟ أوكي، لأنه في غياب للمؤسسات. صح في بعض المؤسسات زي كير، زي الاي اي، زي الاي دي سي، وبكونوا ممثلين، لكن هذه المؤسسات ما عندها الإمكانيات، نفس الإمكانيات الموجودة عند الإيباك الإسرائيلي أو مؤسسات الأخرى. والجالية العربية بحاجة أن تدعم هذه المؤسسات وأن تفرض على هذه المؤسسات أن تقوم بدور ريادي، ريادي مبدع من أجل خدمة الجالية العربية وطموحات الجالية العربية. شكرا، شكرا أستاذ ماهر، وشكرا توني كمان على اتصالك. خلينا نأخذ كمان اتصال تاني. إبراهيم عم بتصل فينا، مساء الخير إبراهيم. ألو؟ نعم إبراهيم، تفضل. يا سيدتي الأستاذ ماهر، أحكي هلأ عن تاريخ الجالية العربية من السبعينات. نعم. أنا بدي أحكي للأستاذ ماهر. تفضل. يا أخي التاريخ اللي بتحكي عنه للأسف الميديا الأمريكية ما بتطلع التاريخ والإبداع اللي قاموا به العرب. لما بنحكي عن العرب يعني لما بتفتح الجريدة عنا بتامبا بتلاقي صور العرب اللي ماخدين فلانيز وعاملين فود ستامب فراد وعاملين تاكس فراد، والميديا الأمريكية بتستغل هاي الأشياء وبتسيحها أكثر وأكثر. فأي سمعة العرب اللي أنت بتحكي عنها أنا مش عارف. استاذ ماهر، استاذ ابراهيم، الاستاذ ماهر هون وقت حكي عن الموضوع حكي عن تاريخ العرب الجاليه العربيه يلي اجت من سنه 1970 وهي حديثه. ويعني انا برايي رح اخذ عنك الجواب استاذ ماهر، طبعا فيك تعقب على حديثه، ولكن بكل الجمعيات وكل المجتمعات والقوميات هناك الجيدين اللامعين البارعين يلي بيرفعوا اسم هال القومية، ولكن في الأشخاص كمان يلي بيقترفوا الأخطاء وبيقترفوا الأعمال البشعة. نحن من خلال برنامج الجسر بنحاول نسلط الضوء على الإيجابيات ونلقي الضوء أيضا على السلبيات في محاولة منا إنه نلاقي حلول. هيدا هو الهدف من البرنامج. بتحب بس يعني تعقيب بسيط. نعم. يعني أمريكا اللي هي أمريكا كدولة عظمى وعندها إبداعات، عدد سكان الولايات المتحدة الأمريكية 300 مليون. نعم. لو الواحد بيروح بيشوف قديش واحد موجود في أمريكا في سجون أمريكا، 1.6 مليون American are behind bars ولا في الجيلز، معناته أن المجتمع الأمريكي مجتمع عاطل. هل هو مجتمع فاشل؟ بالعكس، مجتمع متفوق على كل دول العالم، بحيث أنه لو تطلع على الإمكانيات الأمريكية يعني بعض الأرقام بتذهل. مثلا أمريكا بتنتج 25% مما ينتج في العالم وتستهلك 24% مما ينتج في العالم، وهم 2%. فالآن لما بنيجي بنحكي عن حادث مثلا من إنسان عربي موجود في فلوريدا وفراد هون وفراد هناك، هذا لا يعني أنه ما نقارنه بأنه مجموع الناس المتخرجين اللي graduates with high degrees النسبة تبعهم في أمريكا، العرب بيجوا على القمة. ليش أنا ما بدي أنظر على الشيء المبرق هذا، الشيء جميل. المبدع. نعم. اللي فيه أن ناس يعني متخرجين ومبدعين في الساحة الأمريكية، عرب أمريكان، أطلع عليهم وحاول أن أعمم هذه الصورة بدل ما أعمم صورة أنه واحد والله راح أخذ ويلفير ولا أخذ فرود هون ولا فرود هون. لما يكون عندك جالية عربية 4-5 مليون مش حتلاقيهم كلهم أنبياء، حتلاقي الصالح والطالح. طبعا أستاذ ماهر نحن نشكرك على كل جهودك، نتأمل أنه يكون في عندكم سنة قادمة مليئة بالنجاحات. أنا قبل ما أنهي اللقاء معك وننتقل إلى الإعلان رح أرجع أذكر المشاهدين بالمعلومات الانفورميشن عن حزب الوفد الكوتد درايف، الحملة اللي عم بيقوموا فيها وفد ريسيفينج تيرمينال. الادرس عم بيمر امامكم على الشاشة، في رقم تليفون فيكم تتصلوا فيه 201 هو الرقم 792-8222، وطبعا فيكم ترسلوا التبرعات عبر فيدكس او دي اتش ال، ولازم يكون كل شيء عبر البوكس او بلاستيك باج. فاذا استاذ ماهر
شكرا على لقائك، لحظات مع العلم، نرجع من كافر. شكرا، شكرا جزيلا، شكرا شكرا.